أعلن المتحدث العسكري انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء، وقال البيان أن الحادث أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود. وقد دعا الرئيس السيسي ضحايا الهجوم الإرهابي وتوعد بأن مصر قادرة على إحباط آمال تلك النفوس الخبيثة حسبما جاء في تغريدات نشرها حساب الرئاسة الرسمي. طبعا يعني في البداية خالص تعازينا لأهالي الضباط والأهالي العساكر المتوفين، وكل أمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين، ونتمنى إن هي دي تكون آخر، يعني نتمنى ربنا سبحانه وتعالى قادر على إنها تكون آخر الأحداث المؤلمة اللي بتجلبها سيناء لينا. نتمنى إن سيناء تعود زي ما هي موجودة دائما في قلوبنا وعقولنا، يعني سيناء الخير، وينتهي المشهد ده كله في أقرب وقت إن شاء الله. بينضم إلينا عبر الهاتف العميد حسين حمودة، الخبير الأمني والباحث بشؤون الإرهاب الدولي. أهلا بيك معايا سيادة العميد، وقول لنا إيه قراءتك للمشهد ده، وخاصة إن هو بعبوة ناسفة، إيه تفسيرك، شايف المشهد ده كله إزاي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. بادئ ذي بدء، اسال مولى عز وجل ان يتغمد شهداء الوطن في سيناء وغير سيناء من العسكريين والمدنيين برحمته، حيث ان الامر جلل. لكن انا شايف الحقيقه ليس هناك جديد، عشان لا نحمل الامور فوق طاقتها، بمعنى توقيت الحدث كده. انا همشي بالتحليل بتاعي المنطقي زي كل حدث بنعمله يا اخت سلمى، في إطار المتاح لنا من معلومات رسمية لا نستطيع أن تفضل سيادة نتجاوزها. العميد. نعم، أنت عارفة أسلوبنا. أول حاجة، أسلوب التنفيذ العملية هو أسلوب تفجير عبوة ناسفة في إحدى الآليات العسكرية. هذا أكثر العمليات في شبه جزيرة سيناء بتتم بهذه الطريقة، لأن بالنسبة للإرهابي لا تكلفه أفراد. المتفجرات متوفرة للأسف، ده برضه من علامات الاستفهام نتكلم فيها، لان احنا بقى لنا 3 سنوات في العمليه الشامله التي كان مقدرا لها 3 اشهر، فده هي هنا موطن العطب. لكن الحقيقه الاول، هي الدوله بتدعم، لا يعني تتوانى في تقديم المساعدات الماديه والمعنويه لاسر الشهداء، توفير الدعم اللوجستي كذا. الرئيس بنفسه بيطلع بيدي بيانات في اوقات مختلفه، يعني لا يعني ما فيش حدث بيمر من غير اهتمام الدوله. ولكن هتيجي تقولي لي التوقيت، اقول لك مثلا الارهابيين في شهر رمضان بيعتبروه شهر جهاد وبيكثفوا عملياتهم، طب يعني او هنقول مثلا انشغال الدوله بالكورونا، ده كلام الحقيقه كلام مش علمي، لان الدوله لما تنشغل باجراءات الكورونا ده ملوش علاقه بالقوات المسلحه ومطرح عمليات في جزيره سيناء، دي هوت بوينت. نحن العمليه تمت في ما يسمى، انا اسميه يعني في دراساتي وتحليلاتي في الداخل والخارج، كاتاستروفيك تريانجل اوف تيرورزم، اللي هو المثلث الكارثي للارهاب، وهو رفح، العريش، بئر العبد. فهذه المنطقه يعني لم تخرج، مش في جنوب سيناء، ودي عمليات قليله جدا يعني لا تكاد تذكر. مسرح العمليات الرئيسي هو شمال سيناء، مش هقول مثلا في حافله سياحيه، لا في نفس الهدف. يبقى اذا اللي نقدر نقوله هو الاتي: ليه احنا بقى لنا 3 سنين في متغيرين حصلوا كانوا في غايه الاهميه، كنا نلقي عليهم تبعت نقول ان العدو الصهيوني ايده تمتد طبعا وانفه، وانا لا 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 ابرئه من هذا على الاطلاق، فهو الذي يدعم كل هذا، وان كان يتظاهر بغير ذلك بانه هناك تعاون مشترك عسكري وامني بين مصر ولم تنكره القياده السياسيه في مجال مكافحه الارهاب. يبقى المتغير الاول، اسرائيل بتقول ان هي معانا وبتدعمنا. طيب، 2، ان حماس كان في الاول قبل بعد الثوره مباشره وفي الفراغ الامني كنا بنقول ان في علاقات قرابيه بين التنظيمات هنا وهنا، والناس ليه فتحه هنا وهنا، فلا تستطيع احد ان يتحكم. ان حماس كانت في هذا الوقت، وهذا بحق، كانت فصيل اخواني وتماهى مع النظام الحاكم الاخواني وصل لسلطه الحكم، وانا انتقدت هذا في حينه في مؤتمرات في رفح لابو العابد هنيه وابو خالد الزهار وكل القاده، قلت لهم هذا خطا كبير. طب حماس دلوقتي المتغير ان هي بقت تحمل حدود ايضا مع مصر، يبقى اسرائيل وحماس كان موطن خطر، الاثنين بقوا معانا، وحتى حماس تبرأت من اخوانيتها اذا تعبير، وعملت اتفاق وكلام جميل، ومع المخابرات العامه المصريه الموقره بيتم اجتماعات دائما. اذا هو هنا علامه الاستفهام، اذا كان اسرائيل معانا، واذا كانت حماس اللي كانت ضدنا وفق ما كان يقال بحق او بباطل، الاثنين موجودين الحقيقه، يعني في بحق وفي بباطل. لكن انا النهارده بقى هقول، طيب المده من 3 شهور بقت 3 سنين.
في حاله طوارئ ممتده، حاله طوارئ ممتد يعني في تضييق على المواطنين وكذا، وقلنا ده لصالح مكافحه الارهاب نضحي. طب اذا كان كل ده وفي كورونا كمان وفي حظر تجوال، يعني قصدي اقول ان الساحه ممهده لان انا اكون واعي باجهزتي الاستخباراتيه والياتي العسكريه وقواتي ان هم متفرغين لهذا العمل، يعني ما بيشتغلوش كورونا هم. يبقى اذا لازم يكون في تغيير في التكتيكات، لازم اسلوب الاكمنه اسلوب التحركات يتغير، لازم ملهاش حل، اتس ماست ضروره. ليه يا فندم؟ لان ايه المتغير؟ احنا زي ما احنا نفس اسلوب التفجير نحت الاماكن، رغم ان في كل العوامل بتقول ان احنا طبعا الشيء برضه عشان اكون في التحليل الموضوعي لان العاطفه ساعات قد تغلبنا، في تراجع في وتيره العمليات الارهابيه وفي الجي تي اي، بس سياده العميد بيقولوا ان ده تحدي بيواجه كل الجيوش في العالم، يعني هي في النهايه الجيش بيحارب قوه غير منظمه، ووجود العبوات الناسفه دي واجهت حتى الجيش الامريكي لما كان موجود في العراق. تمام، احنا عندنا الشهيد احمد المنسي رحمه الله عليه وفي مسلسل جميل بيتعمل، وده احنا سعداء برضه ان شهداء الوطن ما بينساهمش حتى معنويا لاسرهم رحمة الله عليه. يشعرون وده كان دي ضباط كان على مستوى عالي جدا من الكفاءه، وانا واحد بكنت من القوات الخاصه في مكافحه الارهاب الدولي، بس ايامي ما كانتش لسه العمليات في سيناء كانت مختلفه في كافه ربوع الوطن، وكنا انا عارف يعني ايه يعني ايه واحد حالاتي، واشتغلت معلوماتي اصلا خبير مكافحه الارهاب معلوماتيا وعلى الارض. لكن اللي انا عاوز اقوله ان وقت الجي تي اي لو قلنا وتيره عمليات ارهابيه عشان الانصاف في التحليل هنقول ان مصر تراجعت، بس الحقيقه تراجع حزين من المركز العاشر الى المركز الحادي عشر في تصنيف الجي سي اي، ده الجلوبال تيرورزم اندكس اللي هو المؤشر الدولي للارهاب، بيجيب جميع العمليات الارهاب. طبعا المؤشر ده ما بيجيبش اسرائيل وما بيجيبش اليمين المتطرف، يعني الارهاب هو كله متاكلم، وفي حاله قليله قال ان هو انا بسميه مستمسح، يعني لا الصقه بالمسيحيه زي متاسلم كده، يعني ان في افريقيا الوسطى بس في عمليات لفصيل جديد ظهر على الساحه منذ عده سنوات في صراع عرقي او طائفي على الدين بين المسلمين والمسيحيين هناك، لكن لا يذكر الغرب المسيحي اليمين المتطرف ولا منظمه صهيونيه واحده، بل ان حماس مصنفه لديه منظمه ارهابيه، في حين ان العدو الصهيوني وجيش ما يسمى بالدفاع الصهيوني دوله الكيان ما بيتصنفش. لكن بنقول ان فعلا في تراجع في الوتيره، حصل في تراجع في الوتيره وده انجاز، لكن هي الفكره زي ما قلنا قبل كده في حاجه اسمها الامباكت او التاثير، قد يكون عدد العمليات قليلا ولكنه تاثيره اكثر خطوره. اكثر خطوره ليه؟ الناس تعبانه بالكورونا والبلد في العالم كله مش مصر، يعني هنا كلنا في الهم شرط، يعني الدنيا مش ناقصه لا سياحه ولا اقتصاد والدنيا متدهوره، فكمان عمليات ارهابيه تيجي ثاني. اللي انا عاوز اقوله قله الوتيره شيء حميد نعم، لكن انا بتكلم ان نفس اسلوب التنفيذ، نفس العمليات، نفس الاماكن، نفس موقع الاحداث، وكل العوامل الظاهره امامنا ايجابيات. اسرائيل بتضرب وانا طبعا ضد هذا على طول الخط، وهي طبعا هي سبب الارهاب والتطرف والمصائب كلها في شبه جزيره سيناء نتيجه الاتفاقيه المجحفه. وانا بقول انبه طبعا، انا عارف قيادتنا في الجيش والشرطه وعلى المستوى الاستراتيجي يعلمونا تماما اللي انا هقوله ده، لكن انا هقوله برضه للتذكره ومن قبيل الى اعذار الى يوم القيامه. وانا قلت الكلام ده هو في قنوات مصريه قبل كده، يا جماعه زي ما الرئيس السابق مبارك يعني له ما له عليه ما عليه، اذا كان ليه ايجابيه في عصره فان هو حصل ان استفاد في التفاوض على ارجاع طابه من خلال فصيل سياسي، يعني كان الدكتور وحيد رافض ده كان قيادي حزب الوفد، كان هناك بقى بعيدا عن التحزب الضيق كان فريق فعلا يضم كافه الوان الطيف السياسي، ما فيهوش تحزب، ما فيهوش لا ده مش معانا، لا ده في المعارضه، وكانت ساعتها الوفد معارضه من زي دلوقتي. وده كان انجاز كبير، يعني مصر انجزت في الحرب والسلام من خلال ده. طب ده الكلام ده ما حصلش في سد النهضه ليه؟ ما نجيبش بقى فريق التفاوض ده الجميل الحلو ده اللي رجع لنا وينال رزق الله يقدس روحه وفلان وفلان، اذا كان توفى تقريبا الاستاذ الدكتور ينال رزق. فاحنا جبنا ناس مسيحي ومسلم ووفدي ووطني ودكتور جامعه مفيد شهاده، والله نقاط مهمه سياده العميد بنشكرك عليها. طب انا بس على الكلمه الاخيره، كلمه اخيره فضل. ان يجب ان يتم تغيير بنود اتفاقيه السلام المصريه الاسرائيليه اي بي وسي، لان الان القوات متجوده كافه انواع جيش مصر كله هناك. طب وبعد كده لو اسرائيل، طبعا ده اتفاق ضمني بموافقه دوله الكيان، طب لو دولة الكيان قالت لا الارهاب كده مفيش ضروره ورجعوا تاني الى المربع صفر هنعمل ايه؟ هنرجع تاني بسينا يعني هنقدر نحارب الارهاب بسينا من غير جيش هناك؟ هنبعت قوات نظاميه من القسم الشرطه؟ ده موضوع خطير جدا لا يقل اهميه عن ده، ان يجب مصر بما ان بقى اسرائيل بتعاوننا يتم تغيير بنود الاتفاقيه
عشان نقدر نشتغل على الارض ونقدر نكافح الارهاب والتطرف. انا تحت امر حضرتك. شكرا، بنشكرك سياده العميد، العميد حسين حموده الخبير الامني والباحث بشؤون الارهاب الدولي، شرفتني سياده العميد. وانضم الينا عبر خدمه سكايب من واشنطن الصحفي عبد الرحمن يوسف. اهلا بك معايا عبد الرحمن، وخلينا نبدا بعد خالص التعازي مره اخرى، خلينا نبدا من المشهد، شايف المشهد ومشهد الحدث الارهابي ده كله ازاي في البدايه؟ يعني في حقيقة الأمر أنا أرى أنها يعني محاولات فاشلة لهذا التنظيم الإرهابي، تنظيم داعش في ولاية سيناء، لأننا يعني نرى هو من أنواع التراجع الكبير للعمليات الإرهابية في سيناء. ربما كان هناك عملية في شهر فبراير يعني استشهد فيها 7 أفراد عسكريين ضابطين ومجندون، وكذلك أيضا ديسمبر. لكن عندما نرى هذه العمليات سنجد أنها عمليات ضعيفة، عمليات بعبوات ناسفة صغيرة، يعني ليس لها كفاءة كبيرة، لا تسجل نجاحا لهذه التنظيمات الإرهابية مثل ما كان يحدث سابقا منذ عامين. وبالتالي أنا أرى أن هذه العمليات هي محاولة لإثبات الوجود وأنها ما زالت على الساعة. هم بالطبع موجودون، الإرهاب لا ينتهي في يوم وليلة، لكن أنا أرى أنها محاولة لإثبات الوجود بأكثر منها نجاح أو كفاءة في هذه التنظيمات التي تراجعت بشكل كبير. ربما يكون يعني لا نعلم حتى الآن ما هو السبب، هل هو مجرد استهداف في العمليات الدولية تقودها تلك التنظيمات، أم هو محاولة للرد على المسلسل الذي يعني بقى جدلا كبيرا بين المؤيد والمعارض لأسباب موضوعية وأسباب غير موضوعية، والذي يعني يلقي الضوء بشكل ايجابي في احد نجومه على يعني الراحل احمد منسي. ربما يكون هذا هو السبب، لا نعلم حتى الان، لا يوجد بيان اعلان من هذه التنظيمات عن التبني او هذه الاسباب، لكن هذه اول عمليه في فبراير الماضي، وهي مده طويله، يعني اول عمليه بهذا الحجم او اول معامليه يعني ينجحوا فيها في يعني قد مجندون أو ضباط منذ فبراير الماضي. وبالتالي نعلم هل هي في سياق الرد الإعلامي أو إثبات الكفاءة وما إلى ذلك، في سياق يعني الجدل الدائر حول هذا المسلسل، أم هو يعني محاولة فقط لإثبات الوجود في ظل التراجع الكبير للعمليات الإرهابية يعني على المستوى الإقليمي. إذا نظرنا على المستوى الإقليمي سنجد فقط ما يدور في ليبيا من عمليات حربية بين، وهل تعتقد أن التراجع ده يا عبد الرحمن ليه علاقة بتراجع التنظيم في سوريا والعراق بشكل عام؟ نعم، هذا هو ما كنت سأستطرد في قوله، وأقول أنه حتى فيما يتعلق بسوريا والسعودية وما إلى ذلك، الأماكن التي يعني كان ينشط فيها التنظيم من وقت لآخر خلال ال3 سنوات السابقة تراجع بشكل كبير جدا، وتلقى ضربات قاسمة من أطراف عدة دولية وإقليمية. فمن ثم انا اعتقد انها يعني كما قلت محاوله لاثبات الوجود او رد اعلامي، لا نعلم حتى الان ما يمكننا الجزم تحديدا، لكنها عمليه يعني بطبيعه الحال اي فرد يموت هو شيء كبير، هو يعني موطن وجزء كبير، لكن في نهايه الامر على المستوى الحديث عن العمليات او على مستوى الحجم هي عمليه ليست ضخمه، يعني طبعا لابد ان نقلق من استقرار وجودهم، لكن وايه قراءتك لتوقيت العمليه عبد الرحمن في شهر رمضان؟ يعني في نهايه الامر هذه التنظيمات يعني لا ترى فينا نحن مسلمون، حتى يعني من يعارض الدكتاتوريه او يعارض الاستبداد او ينادي بالافراج عن المعتقلين او ما الى ذلك، هو في نهايه الامر لا يرانا الا يعني خارجين عن الدين، وبالتالي يعني شهر ظل يمثل حرمة لنا، لأن يعني بعض تأويلاتهم وهذا يعني أن الحرمة للمسلم في شهر رمضان، فإذا كانوا يرون أننا لسنا مسلمين وأننا يعني أعوان للطاغوت حتى لو كنا معادين للاستبداد وما إلى ذلك وضد تعذيب أي فرد، وبالتالي أنا لا أعتقد أن شهر رمضان دلالة ناحيتنا، ربما هو دلالة لكيف أنهم يفجرون في الخصومة مع كل من يخالف رأي وما إلى ذلك. وبالتالي لا أعتقد أن شهر رمضان، بالعكس قد يكون بعضهم ينظر إلي يعني بشكل كاذب أنه شهر جهاد، رمضان شهر جهاد النفس وجهاد العمل وما إلى ذلك، ودم المسلم على المسلم حرام، لكن يعني هذه ليس في أدبيتهم، في اختلاف التأويل
واختلاف النظره الى الاخر في ادبيات هذه التنظيمات المتطرفه غايه التطرف. بنشكرك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن الصحفي عبد الرحمن يوسف. شرفتنا يا عبد الرحمن، وخالص تعازينا مرة أخرى لكل الضباط ولكل أهالي الضباط اللي فقدناهم اليوم، ونتمنى إن إن شاء الله كل المصابين يرجعوا بالسلامة لأهلهم. خالص تعازينا لكل مصر.